تصدرت الفعاليات الحقوقية المنددة بالجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح المشهد في الفعاليات التي تقام على هامش أعمال الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فعالية تناول فيها الناشطون الحقوقيون فظاعة الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المرأة اليمنية. في الندوة ناقشنا الوضع في اليمن بالتفصيل والأوضاع التي تعرض لها المرأة اليمنية من انتهاكات جسيمة في ظل الصراع المسلح، وقدمت فيها إحصائيات وأرقام حوالين الأوضاع في اليمن والضحايا من النساء اليمنيات. كمان اتكلمنا على ضرورة التوجه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بإلزام المتنازعين في اليمن بوقف الحرب وفقا للقرار 2216. ركز الناشطون الحقوقيون في الندوة على معاناة المرأة اليمنية في ظل انقلاب الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح على الشرعية، مذكرين بأن المرأة اليمنية قد عانت طوال عهد المخلوع صالح، كما تتعرض الآن إلى الجرائم الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثي وأعوانه. أغيثونا، أغيثوا الشعب اليمني، أغيثوا الشعب الذي أصبح الآن تحت رحمة ميليشيا لا تعرف الرحمة، لا تعرف إلا القتل والتنكيل والتعذيب والحصار والتجويع من أجل أن تنفذ مخططاتها القادمة من الخارج، القادمة من إيران على وجه الخصوص. لديها مخطط إرهابي، لا يهمها الشعب ولا يهمها معاناته ولا يهمها أوجاعه. الندوة التي استعرضت فيها المنظمات المجتمعية والحقوقية الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون وميليشيا صالح باليمن، كشف فيها النشطاء الحقوقيون للمجتمع الدولي معاناة المرأة اليمنية من انتهاكات وجرائم حرب قام الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان برصدها وتوثيقها واستعراضها في مجلس حقوق الإنسان. وطالب النشطاء الحقوقيون مجلس حقوق الإنسان على العمل على تفعيل آلياته الدولية لحماية الشعب اليمني. وتتعرض المرأة اليمنية في هذه الأيام لانتهاكات جدا كثيرة، حيث أنهم قاموا بتجنيد نسائهم أيضا لمشاركتهم في هذه الانتهاكات. إحنا كناشطات يمنيات هنا أتينا لاستعراض هذه الانتهاكات، وأيضا نطالب مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للفت والانتباه لهذه الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها بحق المرأة اليمنية. الحراك المجتمعي يسير جنبا إلى جنب مع الحراك السياسي والدبلوماسي من أجل استرداد الشرعية إلى اليمن. طه يوسف حسن، تلفزيون الشارقة، مجلس حقوق الإنسان، جنيف. طه يوسف حسن، أخبار الدار، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.